السلام عليكم خوتي خواتاتي في الله، مرحبا بكم في قناه ديالكم مراد مزوري فلوكس. هذه اول دار غادي نكريها في البرازيل غاليه. 3 سنوات وانا في البرازيل كندور نتسكر مره في الزنقه مره في اي بلاصه. هذه اول دار نكريها غاليه، ثمن غالي بزاف. علاش اخوتي؟ حيت انتما كتعرفوا اخوتي وقعوا لي بزاف ديال المشاكل مع الساديه وشي لعيبات. المهم غادي نديروا الانبوكسينغ، غنديروا لها الريفيو اخوتي، وتشوفوا معنا كاملين، بقاو معنا في هذا الفلوق هذا. المهم كما كتشوفوا عندي التليفون كما شرحنا، غادي نصيبها اخوتي، غادي نصيب هاد الشقه هادي اللي عندي في التليفون، لقيتها بثمن رخيص. المهم قبل ما ندور الريفيو لهاد الدار هادي، كنحب نشكر خويا مصطفى الدوسكي، عنده قناه ديالو شيقه بزاف اخوتي كما العاده، دخلوا تابوناو عنده. هذا راه بيبليسيتي، وراه بالبيبليسيتي باش كنكريو دار غاليه، وبالبيبليسيتي باش كنديروا الحماق، وبلا بيبليسيتي وبالادسنس وبلا ما نكذبوا على الله، حنا معاكم وحنا البباله. المهم القناه ديال مصطفى الدوسكي هي نخليها الرابط في اول تعليق، دخلوا راه ماشي غير يديروا بيبليسيتي ما حيت شي حاجه ولا لا، راه عنده محتوى واعر واعر. يلا خليني يلا غادي نوريكم اخوتي دابا الدار اللي كريتها. والله اخوتي اغلى دار كنكريها في الحياه ديالي، وغنقول لكم الثمن ديالها في الاخر الفيديو. هذه الدخله ديال الدار هي هذه، دايره بحال هكا هي هذه، تبارك الله. جوج سويرتات، جوج البيبان، لالارم كاين تما، السونيت عندي هنايا، الطابلو كما كتشوفوا هنايا، الطابلو كاين هنايا، التلفازه عندي بلازما سمارت، فوتاي كاين هنايا، كاين هنا واحد الفرفاره اخوتي، هنايا واحد الكليسه، يا سلام ما نعاودش لكم عليها. هاد الكليسه هادي بحال هكا، هادي اخوتي بغيت نشرح لكم واحد الحاجه. هادي كاع البرازيليين، كاع الديور ديال البرازيليين كتلقى فيهم بحال هكا، ولا تلقى شي حاجه معمرينها بالتراب ولا شي حاجه ومخيطينها، هادي على حساب الباب كتكالي به الباب. المهم كما كتشوفوا هنايا اللمبات كي دايرين، يا سلام. هنايا كاينين كليسات زوينين في هاد البلايصه. هادي الكوزينه اخوتي كما كتشوفوا، هذا الصالون، هادي الكوزينه اخوتي. كنجيو للكوزينه هادي ديال النشيره الدراري، هنايا فين كان لا بغيتي تاكل، بغيتي تجلس، بغيتي دير اي حاجه، عندنا الميكرو اوند، عندنا هاد اللعيبه هادي. اول مره في شي دار من نهار خرجت لاوروبا ما شفتهاش انا في شي دار. هادي كطيب وداك الشيء، كتحيد لك المسائل. شوفوا المسائل كي دايره هنايا، هنا لقيتوني يلاه كندير واحد السلطه وشي لعيبات، ها انتم كتشوفوا الماريو ديال الكوزينه عامر شبعان تبصل، حيت مولات الدار مرا، مولات ديال الدار مرا، يعني لكل فنان طارب اخوتي. هنايا كلشي كاين، ما خاصها حتى حاجه هنايا. هنايا اخوتي كاين هاد الطبيله تجلس عاوتاني بغيتي تاكل، تيرموس، الفلتر ديال الماء، كتعمر الماء هنا، كتشري قرعه الماء هنايا كبيره وكتعمر بزاف الانواع. هنايا اخوتي هادي راكم عارفينها، كدير فيها الثلج وداك الشيء، التيرموس، الماكينه ديال العصير اللي كتعصر، المسائل، الثلاجه اخوتي هي هادي، منظم داك الشيء اخوتي، منظم كما كتشوفوا النظام. هنايا غنمشيو للطواليت حاشاكم عزكم الله، داك الشيء بنظام وانتظام، كلشي ناضي، شي حاجه ايش نقول لكم اخوتي. هنايا ها انتما النظام، النظام، النظام اخوتي، هذا الدوش راه النظام الدراري، بيت النعاس اخوتي هو هذا، ها بيت النعاس. هنايا شنو كاين؟ المصلوح موجود، المصلوح هنايا موجود، البيت النعاس هو هذا. راه كنت ناعس يلاه فايق، فايق كندير فلوق الماريو. وهنايا كاين واحد لابيل في الدراري، الشتا كتصب شويه، كاين هنا واحد لابيل في السلفادور كتشوفها كامله كتبان لك، واو 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 على علو. هنايا الضو، هنايا دايرين له هذاك الضو ليموني، بولا حمراء، داك الشيء ديال الرومانسيه، هادشي انا لقيته هكا الدراري باش بلا ما يبقى يكريتيكي شي واحد فيا هنا هنايا. صوف في ديك اللقطه ديال بيت النعاس، انا عارف شي وحدين بانت لهم واحد اللقطه، يعني شي وحدين عندنا في القناه ما كيزقلوا حتى شي حاجه، ما كيزقلوا ابسط حاجه، كتلقاهم حاضرين معك، مزيان الواحد يحضي مع اخوه المغربي. صوف هذيك اللقطه اللي شفتوها في بيت النعاس واللي غتحدوا عليها، باليزه الحمراء درتي مرات في الفلوق اللي فات، جريتي على مرتك ودابا باينه الباليزه حمراء مراد. واخويا صبر، راه ما درناش وما درناش، خاص ما قلناش والو، اصبر اخويا، ما راه ما جاوبناش، ما هضرناش، ومازال ما درناش فلوق، وما عطيناش شي حلول، وما قلنا حتى شي حاجه. دونك هذوك الناس اللي غايقولوا دابا ديك الباليزه الحمراء، انا غنجاوبكم، انا غنجاوبكم، واه جريت عليها من الدار وفي الاخر دخلوا الجيران، وما قدرتش نخليها في الزنقه، حيت انا ماشي ولد حرام اخوتي باش نجري على مرا مع 12 الليل،
راه ماشي من شي ايام الاخلاق ديالي، ماشي من الاخلاق ديالي، وماشي من شي ايام الرجال اللي راجل. وكو كان عيف والشي حتى بنهار، الشي حتى مع 12 نهار وما نجريش على مرا، خليها حتى لا عصبتني ولا شي حاجه، نخليها هي تمشي لراسها، يعني هي تخرج لراسها. انا عمري ما كنجري على العيالات ولا شي حاجه. هذه هاد النقطه هذه شرحتها بزاف الناس غادي يكومونطيو عليها، انا شتا والله ما هضرتش على خوتي غيكومونطيو عليها بزاف ديال، غادي يعقبوا عليها بزاف ديال الناس. بالي زحام راه حيت الفلوق الاخر ديال جريت على مرتي من الدار بنت كتجمع في بالي زحام راه ديالها وغاديه. يلا نكمل الفلوق ديالنا الدراري. واو مصيبه، مشكله والله، لا مشكله بالله. كيما درتي شوف هاد اليوتيوب هذا راه كيما درتي وحلتي، درتي الزوين غادي توحل، درتي الخايب غتوحل، درتي محتوى فيه شي حاجه غتوحل، درتي محتوى شيق غتوحل. شوف اللهم واحد الحاجه شنو غدير اخويا باغي تدخل لميدان اليوتيوب، ولا اختي، ولا انت داخل لميدان اليوتيوب، اهم حاجه ما تسوقش اللي كيقولوا عباد الله، ما تسوقش. حيت لجيت تسوق اللي كيقولوا عباد الله، راه كل واحد شنو كيقول، واحد باغي هادشي، الاخر باغي هادشي، الاخر باغي التفاهات، واحد باغي الجديه، ما غاديش تعرف فين من غتمشي. دونك دير اللي قال لك دماغك. اوكي خويا الله زيد 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 زيد. العن حرفه، العن حرفه دخلتها في حياتي حرفه اليوتيوب، واخا فيها شويه ديال الفلوس، شويه الفلوس فيها الفلوس. سو غنقول لكم انا علاش تحولت. انا راه باقا الدار الاخرى راني باقي السوارت ديالها ما عطيتهمش، راها باقا عندي. انا الشهر عندي حتى نهار 28 في الشهر باقا، ولكن ملي لقيت انا هاد الدار هادي لقيت فيها الراحه النفسانيه صراحه، يعني ارتحيت فيها. الويفي كاين، كلشي كاين، مسائل كاينه، يعني شي ديور انا كنكريهم هنا في البرازيل ما كيكونش فيهم ويفي. كنولي كنضطر اخوتي، كنبقى نخسر تمام، كنخسر واحد الثمن خيالي، عمله صعبه، كنخسر اخوتي اموال صعبه. عجبتكم ديك الكلمه ديال الاموال صعبه؟ كنخسرها في الشهر غير على الويفي، غير على الروشارج. دونك انا كنكمل، انا باش نشرح لكم واحد الطريقه، الثمن ديال الدار نخليوها بلاتي، الثمن الدار انا عارفكم كتسناو الثمن الدار، تسناو. انا خوتي كنتسنى خوتي باش نكمل عاوتاني الرحله، مازال انا غادي، مازال 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 غادي، غير دقه 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 غادي نمشيو، حنا غنديرو دقه دقه باش غادي نمشيو للهدف ديالنا. ولكن انا علاش كنتعطل؟ كنتعطل عاوتاني باش نجمع سبونسور، كنتعطل عاوتاني خويا باش ريكيبيري، باش نشوف الخطه اكس، الخطه بي، الخطه ا، يعني كندير في بالي بزاف ديال الاهداف عاد باش نزيد نكمل عاوتاني. دونك انا شديت هاد الدار هادي نقدر نجلس فيها واحد الشهير اخر، هذاك الشهير بين ما امورا، بين ما جمعنا عاوتاني عمله صعبه، بين ما خوتي ريكيبيرينا، مورا درا مساطي، راه نقدر انا نجلس فيها غير 15 يوم ونكمل الطريق ديالي. دابا جينا للثمن ديال هاد الدار هادي، الثمن كما شفتوا اخوتي نقي 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 لدرجه ان تحشمت لوحشي قد هكا ديال الزبل فيها، تحشم. الثمن ديال اخوتي هو 3500 درهم، 350 ديال الدولار ولا 350 ديال الاورو، فيها كلشي، داخل فيها الماء، داخل فيها الضو، داخل فيها الويفي، داخل فيها موبليس، يعني مفرشه مقاده، ما خاصك حتى شي حاجه، جيب غير حوايجك وجي دخل. بوطاكاز داخله فيها كلشي، يعني انا لقيت الراحه ديالي، والدخله ديال الدار زوينه، وعندك العدسه السحريه، وعندك كلشي. هادشي باش عجبتنا اخوتي هاد الدار هادي، اغلى دار كريتها انا هنا في البرازيل. سو باش غادي نختموا الفيديو ان شاء الله، انا بغيت نسول لكم واش الفلوق الجاي بغيتو نديروه على ستريت فود، حيت اصلا انا خدام فيه وما بقى لي والو نساليه، ولا بغيتو نديروا الفلوق ديال شنو تقدر دير ب 100 درهم مغربيه في البرازيل، حيت بزاف ديال الناس كيسولوني باغيين يجيو للبرازيل، ما عارفينش الاثمنه، ما عارفينش بزاف الحوايج، ما عارفين الصرف. انا باش نسهل عليكم هذوك الناس اللي كتسولوا باغيين يجيو للبرازيل، غنسهل عليكم، غادي نوريكم 100 درهم مغربيه، ما نقولش 10 اورو ولا 10 دولار، حنا نقولوا 100 درهم، 100 درهم مغربيه شنو تقدر دير بها 24 ساعه كامله، يعني من تفيق مع الصباح بالفطور ديالها، بالغدا، بالكاسكروت، بالعشاء، بالمواصلات، من هنا من هنا، واش تقدك 100 درهم ولا تشيط ولا ما تقدكش، يعني 10 اورو. سو تسنى الكومنتيرات ديالكم ان شاء الله، وتسناو ديما الجديد مع مراد مزوري، قولوا لنا مبروك على الدويره الجديده.